السلام عليكم، كبير أخوي الخير، مساءكم كبير مزيان. الأحوال محلية حتى. السلام عليكم الدراري ديالنا اللي داروا اللي تيديروا اللي زابون، تنقول لكم شكرا. والدراري ديالنا اللي كيعاونونا وتيديروا لنا داك الكومونتير، تنقول لكم شكرا بزاف. فديما تنقول لكم حنا في القصص اللي كنا تنديروا في المحتوى ديالنا في السجون، ماشي تنبقاو في إطار السجون، ديما تيكونوا مشاكل عند بعض الناس، ولا تيكون شي واحد يلاه بدا في شي حاجة بحال هاد الدري هذا، يلاه بدا في اليوتيوب ولا شي لعبة، وتيكونوا عندك واحد ما تيجيش يقول بنادم الله يسهل على الانسان وبدا في شي لعيبه ونعاونوه، ولا بداو ندفعوا معاه هاد اللعيبه هادي باش يولي مزيان. فالناس تكون عندك ديما واحد اعداء النجاح، ولا ماشي تاع النجاح هذا، هي واحد شي حاجه بديتي فيها تتخلق فيها وتتخوي فيها داكشي اللي بغيتي. تفاجات من هاد السيد، كنت كنحترمو بزاف اخويا، تفاجات انا بحال ما عمرينو عليا ولا ما فهمتش. لا انا بغيتك تسولك على هاد المشكل مع هاد السيد، كيفاش طرا المشكل؟ دابا هاد المشكل انا يا خويا كنت انا عندي قناه ديال التحليل ديال الكينتي، وهاد السيد هذا ولدي عبد الكريم سول الاخ ديالك المرحوم، وراه يعاود لك. انا راه من الميدان هذا ملي كانت عندي 24 عام 22 عام، وسولو اول واحد ضرب الاوردر في هنا في يعقوب منصور في اول قهوه تحلات. هذاك القهوه ديال البوديوم، ديال البوديوم دخلنا عليك بالله. الا ما عاود لي هذاك الربحه هذيك وعاد نكملوا هي بحال هاد الاوقات ديال العيد الكبير، والله الا بقى شي 3 ايام العيد وحق الله. وراه الناس اللي كيسمعوها دابا راه هما يعرفوها، وسولهم انت عاود لي الخوادري كلشي. انا علاش انا قلت المرحوم سمح لي سير، وبقات واحد 3 ايام العيد وجالس. يلا شديت الخلصه الاولى ديالي هذيك، حيت هذاك العام يلا كنت دخلت الخدمه وما كانوش تيخلصونا، كنا ايطاد السالير، كنا ايطاد السالير زعما كنا طومبوريير، باقي ما عندناش نيميرو الصوم. سبحان الله العظيم هما داروا معنا زوين، دابخي سي موا، دابخي سي موا من بعد الشهور عطاونا واحد الرابيل ديالنا زوين، مهم دخلونا في لاسانيساس وقدوا لنا وريقاتنا بلا لا داعي نقول الاداره ولا داكشي، اللي تيعرفو يكفي الناس اللي كيعرفو. وبقيت غادي في هذا المسار، شديت داك البركه. كان العيد الكبير باقي لي شي 3 ايام، الحمد لله حنا الدار مسهل علينا الله، الوالد الله يرحمه ما كانش مخلينا، حتى هو كان موظف نفس الاداره اللي كنت اللي توظفت فيها، وتوظفت على جدارة واستحقاق. انا توظفت ماشي جيت توظفت مدفوع ولا شي حاجه، امتحان المهم ما عليناش. الغريب في الامر انني دوك الفلوس اول مره غنشدهم، ماشي اول مره غنشدهم، شديت واحد 3 د المليون. هاد النوامر اللي كتبتيهم جاو على غفله ولا؟ لا لا انا جيك الهضره اخو ولدي عبد الكريم. امي مسكينه كان عندها واحد المساله، واحد لبس فما الله يرحمها مسكينه. قلت لها الوالده علاش ما تحيديش داك الشيء؟ قالت لي ولدي شنو دابا العيد وهادي قلت لها تكرفسي الوالدة. قالت لي تكرفسي الوالدة مسكينة الله يرحمها. قلت لها اللهم اجي نبقاو لي كاير هادو هنايا، اجي نديك لعند الطبيب وتقول لهم لي غيجيوك الفلوس. ما بغيتش نقول ليها انا راه دوك الفلوس اللي شديت في الرابيل دورت مع خوتي، شريت خديت الموطور تما، بقيت مولوع بلا ماطر. قالت لي دابا شحال لكم كاع ولدي؟ ولدي زكريا شحال الموطور دابا اللي جديد تحسب؟ هذا هو كبرتي بغير الماطور. معليناش، كنت كنلعب كورة مع الفتح ديك الساعة. صافي ملي توظفت حبست، فتح القرد الفلاحي حبست صافي. اللي قالت لك الوالدة بغيت تجيب الفلوس؟ ما بغيتش نقول لهم اودي، ما حيت بقاو عندي الفلوس ديال الرابيل. قلت لها امي راه باقي عندي شي فليسات من الرابيل، راه ما بغيتش يعرفوني واش شديت شي حاجه. شوفوا كذا عندي، راه بقاو عندي الفلوس ديال الرابيل. صافي 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 مسكينه سمعت ليا، قالت لي واخا خلي بعد سنين تناكل بهم بعدا ما بقى والو. قلت لها واخا تيسالي هذا، خليت ليها الفلوس اكوطي، مشيت للقهوه ريحت مع راساتي بخير. انا راه شاد ديك الساعه 3 مليون و600 الف فرانك، هذيك الساعه 3 مليون و600 الف خدمه لا الاوردر اللي دار لي الاوردر اللي قبضت في البوديو، اللي قبضت في البوديو 13 10 5 15 كانت عباره. انا عقل عليهم انا كاع لي زاريفي غنقولهم لك اخويا عبد الكريم، اي اريفي جات تخلص فيها نقول لك شكون هما.
تخلص 13 10 5 15 وفي الرابعه نون بارتو حيت داكشي تيبقى في الذاكره. المهم بالرابعه نون بارتو دير لي 40000 على 3 مليون و 600 الف فرانك مو جي 4 مليون. سير سير جي الايام غادي قال لي نهار واحد العيد مشيت للسوق كانت اختي مسكينه هادي شي ربعه اخرى عاوتاني لا هذا ديال هذا الربح هذا هادي جات قالت لي راه اش كاين واش كاين واش كاين راه جي راه الطاكسي ما الطاكسي هادي ما هادي راه انت داكشي اللي كنا غناخدو به قلت لها شري عند الوالد قالت لي لا راه خدي عطاني الوالد 2000 درهم ولكن بعطي صوبنا بها الطاكسي هي بحال عرفاتني مع شكون اللي قالها لها يمكن الحسن خويا ولا ما شكون صافي قلت لها صافي يلا زيد مشينا خديت ليها وشبان لي واحد السيده قال هادي هادي عرفت شو هاد القضية هادي صدق شفر دلالة شفر دلالة هي فاش خو الله يرحمه خوك خوك وشكون اللي غيمشي وواحد خينا شنو يقولوا ليه قبل ما يموت مسكين دريس المش عبد الرزاق ماشي عبد الرزاق دريس البوكسور البوكسور هو اللي كان شاد سوق الغزل وانا نقول لي اخويا راه هاد المراه راه غير في سبيل الله تجمعنا ما بغيتش نقول لي انايا ما خصكش تبين لبنادم عندك فلوس في السوق واخا ولد الحومه وداك الشيء راه يقدر يسمعك السوق هذا قلت له اخويا راه واحد السيده انت اخويا شوف 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 ودار شبم شفار ما شفار دار المراه حاولي مسكينه يلا مول الكروسه غبر كان هذاك في الكريسات هو شفار باقي ما يلا كتبنا اقامه الصباح يلا تيديروا لي هذيك الاساسيات و تيديروا لي داك الساس المواد الاوليه اللي كتكون تما واش ولد الحرام وي الا حاولي في الفوسي وموقف الكروسه وديرها وانا شاعل واحد الشعله خويا وداك الجهد اللي عطاني الله بحال سيدي ربي تيقول لي سير عند داك مول الكروسه اللي الناس كلها كتجرى على رزقها وهو باقي واقف لهي شوف سبحان الله العظيم داك التخمين هذا بلا انسبيراسيون لا حاتم دابا حاولي تما بقى واقف بالفوسي وحط الكروسه بحلقه والناس خدامه كتجارى دي لك تحاولي اخويا وهو زعما لا شي تما تيتصور بعيد شويه حدا البنايه وانا نقول لدريس باش الله يرحمه قلت له خويا يلاه معايا خويا الله يحفظك يلاه معايا دريس قلت لي هذاك خينا شكيت فيه يلاه بقينا غاديين غاديين شافنا جايين المهم هرب وخلى الكروسه مشينا تنجيو قال لي عرفت علاش حاولي مليار مسكين جيتو الحاول مسكين وزينا هادي هي هادي اللي وقعت لي انا في هادي دازت واحد سيدي واحد سبع شهور ثمان شهور صافي بقيت تنمشي دازت ضربت هذاك الشيء ديال عرفتي 60000 36000 ريال لا تعاود لي دابا على هذاك ديال القهوه الجوال مليون جوج مليون بلا ما نوصلو هاديك هاديك اخويا راه هو جواد القهوه ديال القيصريه الدراري كاع اللي فيها راه عارفين هادشي كامل والقهوه ديال بوعزه اللي في دوار في المشروع اللي في دوار الكره سي راباتيف السلام عليكم الا كنتي كتشوف هذا الفيديو وبغيتك تشوفو ياك انت راباتيف ياك دور على القهوه كاملين ديال يعقوب المنصور ديال الرباط ديال الرباط كاملين دور طلع حتى لاجونس ديال تماها وطلع لاجونس ديال الرباط عندكم وقلب في لي ستوريك ضرب 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 مؤخرا فاش ولا لورديناتور بقى ضرب وغطلع عليك النمرة ديالي وسميتي وشكون انا وشحال من خطرة تنتخلص تنتوشي يعني لورديناتور ما تيكذبش ياك كيخلي المعلومة هادي غير افادة الا بغيتي تتعرف عليا مزيان باش ما تبقاش تزرب عاودي على القصة ديال بعد ديال 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 القهوة ديال الجواد هادي ديال القهوة ديال الجواد واحد النهار جالسين خو جواد كان خدام عند كان شيفور عند واحد السيد تبارك الله بلا ما نذكرو سميتو وكان عزيز على داك السيد وداك التليفون اللي كان عنده كان عنده واحد التليفون فيه جميع المعلومات وخطير يعني الناس المسؤولين هو يجي ما جاي بغا هو دابا خوه جاي يعاون خوه هو غير بليزير كيعاون خوه عرفت الصينية بحال هكا بنادم انا بلا ذكرى دار ليه طران الجيب تهز التليفون طلح حدايا ضربوا ليه من جيبو دار ليه طران التليفون طاح حدايا الاخر بغا يجي يمد يدو هنا قلت ليه تقرب يديك
حط خلي التليفون في بلاصتي. قال لي هي ما تعاودش اخويا سي دابا رجع بحالك، لا بغيتي نذكر سميتو نذكر. لا بلا ما تذكر سميتو انا عارف داعي لك كريم راه عارف احنا بنادم هنا كيهضر يا خوي وعارف ولدي والو صافي حنا من بعدو غندوزو ليه سير فاتير هذاك من بعدو دزنا خويا شديت التليفون درتو في جيبي خونا مسكين بادر ما دامش درتو في جيبي كاينه عارف انا كاينه الكاميرا وعارف كل شيء علاش درت هاد الحاله درتو في جيبي درتو في جيبي لان بنادم الا قلت ليه راه هذا ضرب ليك ها وحنا عندنا في الحومه خايبه تقول كدا عدو قلت ليه بعد بعد صافي هو درتو في جيبي باش ما يبقى لها بالبال لا والو السيد دارها ما لقاش التليفون انا عندي اليقين 100% خصني هذاك اللي ضرب التليفون خصني هو الاول نقلعو من تما قلت ليه بغيت نهضر معاك نوض نوض تو سحابو قلت ليه نوض يلا نمشيو نضربو هاد التليفون نقسمو هبطنا مع القيصريه طن طن الاخر تيغوت على تليفون وحنا خمسين على القهوه مشينا عندنا بطبيعه الحال غادي تدير بالبلاد وهو هذاك الاخر تيقول لي انت ندير في الشي دابا انت خرجنا خدمنا بالروج علاش ليه قلت لي انا واش نبين كشفار الكاميرا دابا غادي تمشي ما تباقيش ترجع سير سير في حالتك ما فيناش حنا هادشي سير في حالتك رجعت السلام عليكم اللي حط لي قهوه ديالي وحط لي قهوه ديالي شعلت كارو تتكي بحال هكا جا عندي بدر قلت ليه صافي سير بدر صافي سير كمل خوك مشغول في الماكينه سير نتاعي كلشي كاين صافي كاين التليفون بدر التليفون كاين صافي ما شكون ما تقولش ليا صافي تليفونك هو عندي كاين سير بحال جاب لي مسكين قهوه طن طن ما عطيتوش ليه في القهوه دابا شنو اللي خلاني شديت انا واحد القهوه قلت له سبحان الله العظيم ما قريت ما جبت والو شديت ستة الخيل اسمع 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 راه عارفين هاد الدراري شديت ستة الخيل مين شديتو وقفات عليا واحد البارتنير قدامي اون فاس بارتنير ماشي بارتنير وقفات عليا ديك تشوارك كحلا وقفات قدام واحد القيصريه ديال وداها وقفات ومايم طو انا مي بغا دير ما كايناش الماتريك ما تتبانش ليا وقلت الله يا خويا اي اي شاش في مي سبحان الله العظيم مي جاش في مي انا ما كنعرفش ما سالتش واش راك هي وقفات سحبني راه نزل مولاها مشى يعني واحد الهنايا انا بقيت مليم شويه وي ويدير دوميتور ويجيبها معايا لاصقة 14 5 2 7 14 5 14 هذه برانية كانت فيها 14 7 14 2 5 7 14 2 5 7 يا ربي تثبتنا الشهادة و 9 دونك هادي كانت ديزورد هادي كان هادي هادي خمسه نوامر شكون اللي كان باقي عقل اللي باش نعقل على جوج جوج ديزوردات سته د الخيل تخلص فيهم جوج ديزوردات تخلص فيهم الخامس الرابع والخامس جاو ديديت جاو ديديت جاو هكا ايغو 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 زعما يعني حتى واحد ما فايت واحد انت دابا ديما غنرجع نقول مرحبا هو اللي كان المهم ما عليناش لعبت انا ستاد الخيل اخر نمره كانت هو الخمسه برانيه ديك التوارك بحال كان عندي ولدام وكنتسنى مرته طلعها او دار لا كون ما دارش ديك التوميتير ما غاديش نشد انا ديزور دار 13000 درهم ديال الخمسه والديزور ديال السبعه دار 22000 درهم سبعة بوك يا سلام صافي
السيد ما بقاش يبان ليه التليفون بهاد الرمول، الجواد ما بقاش يبان. قلت له هاك التليفون، قال لي والو غتاخذ لي تليفون جديد. قال لي ما بقيتش غناخذ لي مركي، حيد لاكارت ديالك ارا داك التليفون. شكون اللي طاح لي في بالي؟ داك الدري اللي سرقت لي بغا يسرق التليفون. واحد داك الشيء داك الدري اللي دارها بغا يسرق التليفون. بقى داك التليفون عندي، قلت له صافي تليفونك على حسابي انت ما ضربتي هاك لاكارت ديالك يا خلي لي هادشي. قال لي صافي، قال لي التليفون كلي تليفون شاكا بغا جديد. راك عارف اخويا 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 راه بنادم راك تخرج مني. انا رجعوا ليه باش يعرفوا عباد الله علاش درنا هذا الموضوع. انا رجعوا ليه ونقول ليه باش نعرفوا يعرفوا عباد الله علاش هضرنا على هذا الموضوع كامل. ماشي دابا نحرقوا 7 دراهم، ماشي دابا نحرقوا 7 دراهم على القادس وياك واخا. البحر غير ما باقيش رابط. لا 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 كما راه تضحكوا الدراري. لا كنضحك خوتي راه تنضحك وحق الله العظيم الا قلبي بيض ولا راه نسامح ليه هاد المره. ما تشوف والله العظيم انا كملوا تهضروا في الموضوع. لا بلاتي ولدي شي هضره. ما تشوف راه ما عرفتش اش دار ليا انا. انا ما كنتش معروف اخوتي راه هو اللي عرفني. شكرا رفض شرف. شكرا 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 من هذا المنبر. كمل لي في الموضوع. الموضوع الموضوع الثاني جينا. لا داك مولي اللي كان عندي التليفون والله العظيم مسكين الا بكى هو كلاشيش. دابا هو حلال عليك. قال لي مشيت قلبت عليك يا وحلال عليك يا والله العظيم مسكين. الان 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 سخر لك عمي سلام شكرا عمي سلام ثاني خويا سلام. والله العظيم راه ماشي القضيه الخوت هي انك تعاقب واحد الانسان على واحد الدم. إلا كان تيستاهل العقوبة غيتعاقب، ولكن إلا تراجع ماشي مشكل. لأن راه الإنسان تقدر تصلحو، دار خطأ تصلحو، ماشي تزيد تغرق، ماشي تزيد تغرقو، راه بيغسوني بارفي، راه الكمال لله سبحانه وتعالى. هادشي الإمبراطور اللي مسمي راسك الإمبراطور، حشومة تسمي راسك الإمبراطور، واش كتبغي تاخد دعاية ولا شي حاجة؟ هادي راه موجهة الكلام الرباتير. في اطار الكينتي هذا عنده يوتيوب تحليل كينتي. كينتي هذا السيد هذا مع هذا عنده يوتيوب يلاه دار يلاه دابا دار 3 شهور هو تيدير في اليوتيوب وما تيتخلطش عليه. باش نجيب لكم واحد القضيه، هذا دار اليوتيوب وعفاك عفاك عفاك الله يسهلك. الا قلتيها دابا غايقول لك اسمع الله يسمع خلينا نهضر الواقع. هذا اش ما نقول، هذا ديال اليوتيوب عنده لي عنده لي في عنده لي زابون عنده لي بون لي زابوني ديالو عنده بزاف عنده داكشي مزيان غادي مزيان. ولكن هاد رباتير هاد رباتير ناض انتقد هاد السيد هذا، انتقدوا واحد الانتقاد سي بيان بكلام غير كلمة نسميوش نبي كلام كيبحال قبيح شوية تيضرب هضرة قبيحة بدون مستوى. يعني اخويا سميتو رباتير هذا اخويا رباتير حنا درنا على ود الحلقة هذه باش كما تيقولوا سيدنا الاولي الحوان مصادفة ولا ما تدخل ارزاق مختلفة ولا كذا. فهذا نزيد لك عليه والله ما تتخلص دابا في اليوتيوب. قولي قولي اش ندير علاش ما تتخلص. انا نقول لك علاش. اول حاجة تيدير الموسيقى في اليوتيوب وانت على علم بهذا الشيء اللي تيدير الموسيقى في اليوتيوب ما تتخلص. هذه اول حاجة. ثاني حاجة تيدير داك الشيء تلقائي ديال السجناء تلقائي. والناس اللي دايره نقولها في حق عبد السلام وحق الله الناس اللي كي اللي ماشي انايا الناس الدراري السجناء تندمجوا في الحياه الاجتماعيه. فهذا من خلال ولد حومتنا كبر منا تلقى فيه واحد تندمج بواحد الطريقه ديالو تندمج بهذاك الشيء اللي تيدمج السجن بطريقه بطريقه او باخرى. شحال سافرنا معاه شحال مشينا معاه لشي بلايص شحال جلسنا معاه. المهم شكرا ليه هذا الشيء ابار. هي المهم هاد رباتير ملي تكون تتقبح على شي واحد عرف على من تتقبح. هادي هذا نهضر معاك عليك كأخ كأد رباتير وليس لك الأمور. ملي تكون تعرف على داك الشيء شكون هو وشنو تيدير في حياته وشوف المعاملات ديالو وشوف لوفون ديالو وشوف الأخلاق ديالو وشوف هو كيدير في الحياة الاجتماعية ديالو. وعاد نحاول نعطي الآراء ديالي على واحد الإنسان. أنا عطيتك واحد العيبة بأن راه ما تيتخلصش أخويا. هي أنت تتهضر هكا وكذا وانت قلتي واحد غلط درتي. قلتي انا اول واحد دار اليوتيوب بينك انت اول واحد درتي اليوتيوب. راه كاين اللي غيديروا الثاني وكاين اللي يديروا الثالث وكنت تبقى ديما رقم واحد جوج ثلاثه اربعه كله شنو تيجيب للناس. كاين اللي تيهضر صادق في هادشي ديالكم. كاين اللي تيهضر صادق وتيلوح النويمرات صادقين ولكن تيدوروا لي عباد الله تيقولوا لي لا راه ربحت راه هادي بغيت نسيفتك واحد الامانه والله ما تيقبطها من عندهم. معروف راه الناس المستمعين تيعرفوا هادشي اللي دار شحال مره وتنضر فيه على تقول لي لا بنادم بغى يوفي معاك ما فيها باس. الا خبطتي قول لي لا انا داير هادشي ضحك وانا داير هادشي لعب وهو تيضحك ايوا يا ودابا سمع سمع ونرجعوا ليه.
كم ليال هذيك هذيك ديال فرمدان نهار ربحتي 16 مليون حكا هذه ديال 16 مليون السي رباتير كتهضر مع السي خالد ها كتهضر مع خالد خالد للتحليل كتهضر معاه سولو واش ضرب 16 مليون في رمضان سولو تعطيني كيفاش ضربتيها وكيفاش اخترعتيها من هذا باش كان المشاهد راه كنت كنشارك مع شحال من خطره هو غير